مشاهدي الوطنية الثانية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى مباراة النجم الرياضي الساحلي ومستقبل جيبس. الشوط الأول انتهى بتقدم النجم هدف دون مقابل، ذكر هدف مهر الحناشي الدقيقة 10. وبداية الفترة الثانية، كيف ستكون الفترة الثانية، مجريات الفترة الثانية بين النجم المتقدم في النتيجة والمستقبل الباحث على العودة في نتيجة المباراة. أو نذكر بتشكيلتي الفريقين، نبدأ بمستقبل جيبس في المرمى، صدق الدبشي، فراس غومة، علاء الدين البوسليمي، وسيم العلوي، كرم الحاج علي، محمد جمعة خليج، مراد الهذلي، خميس المعويني، حسام الزرلي، جاك ميدينا، درامي ميكايلو، على البنك حمزة عتيق، محمد الشيباني، علاء عبد الواحد، أحمد سولة، مروان السعيدي، يوسف الزهري، وبلال بن إبراهيم. هذه تشكيلة المدرب لهذه المقراني. والهدف الثاني، والهدف الثاني في راس بن عربي، الهدف الثاني منذ الدقيقة الأولى في الشوط الثاني في راس بن عربي، يضيف الهدف الثاني للنجم. بداية قوية رمزي للنجم اللي ما تأخرش برشا في إضافة الهدف الثاني. بداية قوية، وهذه عادة للهدف الثاني. شوف الكرة كيف أخذها، بوم بالإكستيريور دو بي بالنسبة لفراس بن عربي، دون تعقيد في مرمى الحارس. الصدق الدبشي عاد من زاوية أخرى للهدف مرة أخرى، توزيع بالمليمتر، وفراس بن عربي لا يرفض الهدية مع مطى هذا الشوط الثاني. وتشكيلة النجم بطبيعة الحال، سرعة الهدف لم تترك لنا المجال لنستعرض تشكيلة النجم الرياضي الساحلي في هذه المباراة من خلال مكرم البديري في المرمى، مهر الحناشي، زياد بوغطاس، عمر كوناتي، صدام بن عزيزة، مرتضى بن وناس، مالك بعيو اللي خرج بسبب الإصابة بطبيعة الحال، ومثل ما أكده لزميلي عطف جبالي، يعني في استجوابات على حافة الميدان، إصابة تبدو خطيرة على مستوى الركبة، يعني بالنسبة لمالك بعيو إن شاء الله نقولوا لاباس، نحن إن شاء الله باللطف للاعب النجم الرياضي الساحلي، وكما قلت ربما الإصابة قد تحرمه من المشاركة في المباريات القادمة. مالك بعيو خرج وترك مكانه محمد المثناني، كريم العواضي، فراس بن عربي، ياسين شيخاوي، وحازم حاج حسن على دكة البدلاء، أشرف كرير حارس مرمى احتياطي، كريم العريبي، هابل مساكني، غونزاليس، داروين، أحمد الرداوي، وأدما جاي مع المدرب روجيلومير. حكم هذه المباراة نعيم حسني بمساعدة عمر الرياحي وهيكل الضاوي. ترجع كرة للمستقبل هذه بجيبس، وشوف يعني قلة التركيز وسوء التقدير، هذه اللقطة تلخص وضعية المستقبل هذه بجيبس هذا الموسم وفي المباراة. ترجع كرة من خميس المعواني، طبعا عديد الأمور في حاجة إلى المراجعة بالنسبة لأحباء الزليزة، بالنسبة لطبعا هيئة الزليزة، وبالنسبة للاعبي المستقبل ذي بيجيبس، حتى يعود الفريق إلى سلف إشعاعه ويعود إلى يعني جولاته، صولاته وجولاته في البطولة الرابطة الأولى عندما كان يقارع الكبار، لكن موسم للنسيان بالنسبة لمستقبل جيبس. وتتعقد الوضعية أكثر بقية النتائج الأنية. في الأشواط الأولى نادي حمام الأنف متقدم في الملعب البلدي أمام اتحاد بن قردان بهدف مقابل صفر، والملعب الجيبسي اصطيد أمام اتحاد تطاوين تتقدم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. ترجع كرة من خميس المعواني للمستقبل نادي جيبس، ما وصلتش كرة لجاك ميدينا، تخرج بالتماس للنجم الرياضي الساحلي، ينفذ من مرتضى بن وناس، في راس بن عربي نشيط جدا، توصل للمثناني الكرة، المثناني يمر، المثناني يبحث عن التسديد لكن الحكم يمنح المخالفة. نعيم حسني للنجم الرياضي الساحلي، قريب من العمليات، قريب من المحاولات نعيم حسني، وماسك بزمام الأمور. هذه عادة للكرة الأخيرة والمخالفة للنجم الرياضي الساحلي في مناطق المستقبل الذي بجيبس. هدف طبعا في راس بن عربي هو الهدف 35، النجم في صدارة يعني أفضل خطوط الأهداف في بطولة الرابطة الأولى، 35 هدف بالتمام والكمال. ومستقبل جيبس يؤكد هشاشة الدفاع بقبول الهدف رقم 35 في هذه المباراة. الكرة مخالفة ستكون بين فراس بن عربي وكذلك محمد المثناني، ننتظر التنفيذ بين من ومن في هذه الكرة، والكرة ثابتة
خطيرة على دفاع المستقبل ذي بيجيبس. شباك صدق الدبشي قبلت هدف في الشوط الأول وهدف في مطلع هذا الشوط الثاني، والكرة من فراس بالعربي فوق المرمى تمر ضربة مرمى لمستقبل جيبس الذي تتعقد أكثر وضعيته بقبول هدف في مطلع هذا الشوط الثاني. 5 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني، والنجم يؤكد سيطرته من خلال تسجيل الهدف الثاني عن طريق فراس بالعربي. منذ البداية بداية قوية للنجم، هذه كرة لدرامي، درامي داخل منطقة الجزاء، درامي ميكايلو، الهدف ثم رايا، الرايا راية المساعد الأول عمر الرياحي أمامكم على الصورة، درامي ميكايلو في التوزيع، جاك ميدينا أمام المرمى، هذه الإعادة والكرة عمر الرياحي يقول ثم الرايا رغم التوزيع نتاع درامي ميكايلو. على كل هذا تقدير عمر الرياحي، احتساب مخالفة التسلل لدفاع النجم ياسين الشيخاوي، ثم ضربة مخالفة، ثم ضربة مخالفة لمستقبل للنجم الرياضي الساحل. مرة أخرى الحوار بين الشيخاوي وخميس المعويني، المخالفة فراس بالعربي، كريم العواذي في التنفيذ، هنا محمد المثنيني رفع الكرة داخل منطقة الجزاء، والتدخل من وسيم العلوي أمامكم على الصورة يضع الكرة في الركنية، صعوبات دفاعية للمستقبل في الفترة الأولى وتأكدت مع بداية الفترة الثانية من خلال قبول هدف منذ الدقيقة الأولى. وكالعادة فراس بالعربي في تنفيذ الركنيات والكرات الثابتة، فراس بالعربي باليسار داخل منطقة الجزاء، لمسة أولى من بوغاتاش، ثانية وصدق الدبشي يتفادى الركنية بعد ارتمائية وعودة الكرة من مدافعه. لقطة طريفة من الدبشي تضرب الكرة في البوسليمي، ممكن يبدو أن المستقبل ذهنيا ملاعبيته خرجوا من المباراة، الدليل الكرة الأخيرة، كرة تضرب في البوسليمي وتعود لصدق الدبشي، كرة لخميس المعواني، محاولة ردة الفعل من جانب مستقبل جيبس على اليمين، فراس غوما تبقى داخل منطقة الجزاء إلى صدق الدبشي. المستقبل الرياضي بجيبس متأخر بثنائية باحث على إيجاد الحلول، يبقى اللاعب ملقى على أرضية الميدان من جانب النجم. نذكر أنه الإطار الفني للنجم في الفترة الأولى منذ الدقيقة 7 كان أجرى تغيير بخروج مالك باعيو ودخول محمد المثنيني، إن شاء الله سلامات لماهر الحناشي، اللي يبقى ملقى على أرضية الميدان بعد مرور تقريبا 8 دقائق لاعب رمزي في هذا الشوط الثاني، باقي الأسبقية للنجم بثنائية أمام مستقبل جيبس. هذه عادة للكرة، يعني كرة جاج كانت من صدق الدبشي وعلى دين البوسليمي في انتظار اسعاف ماهر الحناشي وايضا محمد المثنيني، وروجيلو ماري يتحدث مع المدرب المساعد طبعا بالنسبه لقدم المواعيد وبالنسبه للتغييرات، وهذا جانب من جماهير النجم الرياضي الساحلي الحاضره هنا في اولمبي سوسا كما قلنا، الذي سيشهد اشغال في الايام القليله القادمه. هي الاشغال في الحقيقه بدات، يعني بالنسبه للفيراج المقابل من جهة السبورة اللامعة بدأت الأشغال الحفر والبناء في انتظار انطلاقها رسميا، وفي انتظار أن تبدأ الأشغال ليكون الملعب في أبهى حلة وكما قلنا يليق بعراقة النجم الساحلي واستحقاقاته القادمة. تمشي كرة المثنيني في العمق، لكن موجود حسام الزرلي في اقتناص الكرة الأخيرة من جانب المستقبل ذي بيجيبس، ترجع من مراد الهذلي البحث عن درامي ميكايلو، وتويل الكرة كانت على جاك ميدينا، تويل الكرة على جاك ميدينا ضاعت تعود إلى الحارس مكرم البديري، مكرم البديري العمر كوناتي، كوناتي وصلها الكريم العواضي، العواضي يرجع لصدام بن عزيزة في محور دفاع النجم الرياضي الساحلي، صدام بن عزيزة يفتح نحو ياسين الشيخاوي، ياسين الشيخاوي يطلب كرة في العمق، ماهر الحنيشي
الناشي على الجهة اليمين، لكن في التغطية موجود على دين البوسليمي، مدافع صلب البوسليمي يخرج الكرة للتماس للنجم رياضي الساحلي في مناطق المستقبل رياضي بيجابس. حاج حسن، حاج حسن يمر قدامه الزرلي، يرجع بالكرة لمهر الحناشي، توزيع في منطقة الجزاء لمن؟ الرأسية الأولى كانت من جانب فراس قومة، ثم ترجع كرة تبقى للنجم الرياضي الساحلي اللي ضغط على المنافس رغم أسبقية الهدفين إلى حد الآن، هدف في الشوط الأول وهدف في الشوط الثاني، وتماس للنجم لمهر الحناشي. مهر الحناشي، الحناشي ينتظر المساندة، يطلب الكرة لا يرجع للوراء، تمشي الكرة للشيخاوي، الشيخاوي رجعها لمهر الحناشي، مهر الحناشي لياسين الشيخاوي على الجهة اليمين، ياسين الشيخاوي حول المرور، يمر الشيخاوي والمتابعة موجودة من خميس المعواني، ياسين الشيخاوي يربح مرة أخرى التماس، التماس في مناطق النجم في مناطق مستقبل جابس، تنفذ كرة يمر المثناني، يسقط يقول له قوم، يقول له قوم نعيم حسني في العملية الأخيرة قريب من الكرات، نعيم حسني لحد الآن والمباراة مش صعيبة بتبيع وقت الملعبي يحبوا يسهلوا المباراة على الحكم، إلى حد الآن الحكم ماسك بزمام الأمور، يسقط محمد المثنيني في العملية الأخيرة والحكم يأمر بمواصلة اللعب. ونذكر أنه بالتوازي مع هذه المباراة الشبيبة في الشوط الأول متقدمة أمام النادي الرياضي الصفاقسي بهدف مقابل صفر، وهذه كرة للنجم حاج حسن مرفوعة الكرة بالرأس، قطع الكرة تبقى للنجم الرياضي الساحلي، تمشي الفراس بالعربي حاول يلعب مرتضى بن والناس، والمخالفة للنجم الرياضي الساحلي في مناطق مستقبل جابس مع دقيقة 11 في هذا الشوط الثاني. دائما يتقدم النجم بثنائية نظيفة، وكما قلت الشبيبة تفاجأ النادي الرياضي الصفاقسي بهدف مقابل صفر في الشوط الأول. وأكيد الحوار بين النجم والنادي الرياضي الصفاقسي من أجل المرتبة الثانية، المركز المؤهل للمشاركة في رابطة الأبطال الإفريقية، بينما الحوار بين مستقبل جيبس نادي حمام الأنف في الملعب الجيبسي على النزول للرابطة الثانية وتفادي النزول للرابطة المحترفة الثانية، وضربة مخالفة مرة أخرى في رأس بالعربي في التنفيذ، أخصائي الكرات الثابتة سواء المخالفات أو الركنيات، في رأس بالعربي سحب الهدف الثاني في تنفيذ ضربة المخالفة من جانب النجم الرياضي الساحلي. الحوار بين نعيم حسني والملاعبية داخل منطقة الجزاء، وفراس بالعربي في التنفيذ، النجم باحث على تدعيم النتيجة رغم الأسبقية بثنائية، يريد تدعيم النتيجة الحالية، الحقيقة تفوق على جميع المستويات بالنسبة للنجم مقارنة بمستقبل جيبس منذ بداية المباراة، سيطرة كلية والتجسيد من خلال تدوين ثنائية مهر الحناشي وفراس بالعربي. الحوار بين خميس المعويني ونعيم حسني داخل منطقة الجزاء، نعيم حسني وأيضا مهر الحناشي، حوار ثلاثي بين الحناشي والمعويني، ويهدأ الخواطر الحكم نعيم حسني بين اللاعبين. ننتظر تنفيذ ضربة مخالفة في رأس بالعربي داخل منطقة الجزاء، كرة كوناتي، وكاد يكون الثالث، النجم كان قريب من إضافة الهدف الثالث برأسية عمر كوناتي، ساعد المساندة بعد الكرة الثابتة، لمسة أولى من ياسين الشيخاوي تضرب في بن والناس، ورأسية كوناتي خارج الميدان، والتغيير يدخل علاء الدين عبد الواحد من جانب مستقبل جابس ويغادر جاك ميدينا، تغيير الهادي المقراني يريد إيجاد الحلول مدرب مستقبل جابس، أكيد تغيير هجومي، يغادر جاك ميدينا ليتحرك في الفترة الأولى ولكن دون فاعلية، الثنائي اللي شكل أو صنع بعض المحاولات من جانب المستقبل كل من درامي ميكايلو وجاك ميدينا، هذا درامي اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي حب ياخذ الكرة لكن دفاع النجم حاضر، كوناتي كرة تنطلق من محور الدفاع، مرتضى بن وناس، العودة لعمر كوناتي، يبدل على الرواق اليمين إلى زياد بوغتاس، ما ثماش تماس، ممتازة الكرة الأخيرة من ماهر الحناشي بفنيات كبيرة، ماهر الحناشي يعاود ياخذ الكرة، باحث على المرور
إلى ياسين الشيخاوي ومحمد المثنيني كريم العواذي. تفاعل جماهير النجم مع تبادل الكرات في الكرة الأخيرة. بدينا نقرب من ربع الساعة الأولى في هذا الشوط الثاني. باقي الأسبقية والسيطرة للنجم أمام مستقبل جيب السلامسي. تعود الكرة بمخالفة لكريم العواذي. النجم يستعرض في هذه اللحظات، يعمل الشو والمسك بزمام الأمور تقريبا براحة، يلعب براحة، يلعب النجم الساحلي بأقل مجهود ممكن أمام منافس شبه غائب، خلينا نقول للأمانة للأمانة، خصوصا في الخط الأمامي، يعني جاك ميدينا يغادر، يعني الحذر الغائب في المباراة في الخط الأمامي، وحتى دراميمي كايلو رغم تحركات متاعه، يعني نقاط استفهام كما قلنا على مستوى مردود لاعبين الأجانب ومستقبل جيبس شتانة بين مردوده في المواسم السابقة، وحتى في مباراة الذهاب التي فاجأ فيها النجم الرياضي الساحلي وربحه بثلاثية مقابل هدف واحد في جيبس، وبين مردوده في المباراة السابقة ومع نهاية مرحلة الأياب بطبيعة الحال ذراعك يعلف ومستقبل جيبس أضاع عديد النقاط، وبالتالي ما يلزم يلوم كان نفسه، وعديد النقاط للمراجعة بالنسبة لحب أزليزة حتى تستعيد بريقها أزليزة والفريق العريق كما قلنا الذي تأسس عام 1978 طبعا. وعلاش اسمه زليزة؟ لأنه تأسس في جمعية اسمها الجليزة الرياضي بجنوب جابس. هذه فكرة تاريخية على التاريخ، والقيدوم أحمد الناصفي طبعا الذي أسسها، والحمروني وصولة وغيرهم من الأسماء التي تداولت على رئاسة هذا النادي العريق في جابس إلى جنب الملعب الجابسي. ترجع كرة للنجم الرياضي الساحلي من جد محمد المثنيني. المثنيني يفتح نحو عمر كوناتي، وصلها المرتضى بن والناس بلمسة واحدة مع المثنيني، مرتضى وتغطية موجودة، أخف الأضرار، يضع الكرة في التماس، التماس للنجم الرياضي الساحلي، الكرة للنجم تنفذ من مرتضى بن والناس للمثنيني. المثنيني محمد يلعب مع الشيخاوي، ياسين الشيخاوي يضيع عليه الكرة، تقطع من محمد جمعة خليج، توصل لمراد الهذلي، الهذلي الهذلي يلعب كرة قصيرة مع علاء عبد الواحد، تقطع من مهر الحناشي، تمشي للشيخاوي، الشيخاوي للمثنيني، محمد المثنيني يوصل الكرة المرتضى بن والناس على اليسار، يرجعها لعمر كوناتي، عمر كوناتي طبعا أعاد له بريقه ونفض عنه الغبار المدرب روجيه لومير، تمشي الكرة محمد المثنيني، تقطع الكرة من جانب وسيم العلوي، وسيم العلوي والتغطية والضغط موجود من كريم العواضي، يسقط العلوي لكن يربح التماس، التماس لمستقبل جابس في مناطقه أمام ضغط وبريس من جانب لاعبي النجم الرياضي الساحلي في مناطق المستقبل الرياضي بجابس. النجم مذكر يتقدم بثنائية ويطمح للانفراد بالمركز الثاني وانتظار عثرة قد تأتي وقد لا تأتي من القيروان، ولو أنها موجودة العثرة إلى حد الآن. رفقي هذه كرة للنجم الرياضي الساحلي، يمر حاج حسن يسقط والحكم يقول قوم، قلت والعثرة ولو أنها موجودة إلى حد الآن، ولو أنها آنية بتقدم الشبيبة أمام السي اس اس. حوار متواصل بين النجم والنادر هذه الصفاقسي، اكيد نهايه بطوله مشوقه في معرفه صاحب المرتبه الثانيه. نعرف انه الترجي في طريقه لنيل اللقب، يحتاج النقطه لضمان البطوله، وبطوله داخل البطوله، بطوله المرتبه الثانيه ان صح التعبير. نعرف قيمه المركز الثاني المؤهل لرابطه الابطال. والحوار بين النجم والنادي الرياضي الصفاقسي، تقريبا 18 ثقة لعب في مباراة النجم والمستقبل الرياضي بجابس، والأسبقية دائما للنجم بثنائية نظيفة. يحاول المستقبل خلق بعض الفرص، بعض المحاولات، الوصول إلى مرمى مكرم البديري، لم نشاهد البديري كثيرا، والتصويبة من خميس المعويني بعيدة كل البعد على مرمى مكرم البديري. حاول التصويب من بعيد في ظل غياب الحلول، فقدت بعض المحاولات الفردية عن طريق درامي ميكايلو، أيضا جاك ميدينا اللي غادر في انتظار الإضافة اللي نجم يقدمها علاء عبد الواحد اللي خذا مكان جاك ميدينا. ضربة مرمى لصالح النجم الرياضي الساحلي في تنفيذها الحارس مكرم البديري، كرة في اتجاه حازم الحاج حسن، لم يغير إلى حد الآن باستثناء التغيير الأول لومير بدخول المثنيني مكان مالك بعيو، يحافظ على نفس الأسماء نفس التركيبة،
مدرب النجم كرة في محور الدفاع صدام بن عزيزة المثنين بلمسة واحدة لياسين الشيخاوي. الشيخاوي إلى مرتضى بن وناس كريم العواضي ضغط من مراد الهذلي محمد المثنيني بين زوز ملعبية خات أمنو علي عبد الواحد ثم درامي ميكايلو علي عبد الواحد قلت استنوه في الإضافة من علي عبد الواحد لم تأتي الإضافة بالعكس تباتأ في الكرة الأخيرة وخلى الفرصة لدفاع النجم للعودة وافتكاك الكرة وضربة مخالفة ياخذها ويربحها مرتضى بن وناس من جانب النجم الرياضي الساحلي بعد التدخل من وسيم العلوي أمامكم على الصورة مدافع المستقبل وتغيير ثاني قادم بالنسبة للهادي المقراني مروان السعيدي يستعد ليكون ثاني الأوراق ثاني خيارات الهادي المقراني بعد دقائق بعد لحظات محاولة منه لإيجاد الحلول للوصول المكرم البديري مرمى البديري كرة من حجم الحاج حسن سين الشيخاوي محمد المثنين يعمل مراوغة أولى التمرير لفراس بالعربي تبديل الكرة على اليمين إلى ماهر الحناشي ساحب الهدف الأول الحناشي يعمل مراوغة أولى الثانية غير ناجحة افتكاك الكرة في توقيت تقريبا 21 تيقى لعب في هذا الشوط الثاني ومرة أخرى الراية ترفع من عمر الرياحي على المهاجم درامي ميكايلو مهاجم مستقبل جيبس ومخالفة لدفاع النجم في انتظار التغيير الثاني بعد قليل يغادر خميس المعويني في اللحظة هذه ويقحم المقراني مروان السعيدي كثاني تغييراته في المباراة الرمسية. تغيير آخر بالنسبة لهذه المقراني لكن إلى حد الآن مستقبل جيبس غائب خصوصا في الناحية الهجومية وفي الجهة المقابلة قحام أحمد الرداوي في تشكيلة النجم الرياضي الساحلي في هذه اللحظات أحمد الرداوي ياخو مكانه في تشكيلة النجم مكان زياد بوغطاس طبعا ثاني تغييرات المدرب روجيه لومير بعد أن كان تغيير الأول ثيراري بإخراج مالك بعي وبداعي الإصابة مع منذ انطلاق المباراة وتعويض بمحمد المثنيني تغيير ثاني ثيراري تغيير أول ثيراري تغيير ثاني طبعا تكتيكي على الصورة ربما أيضا حتى زياد بوغطاس تعرض لإصابة خفيفة حرمته من مواصلة المباراة ترجع كرة وتدخل راسي من جانب عمر كوناتي بالتوازي مع هذه المباراة باقي الشبيبة متقدمة على السي اس اس بهدف مقابل صفر والملعب الجيبسي 4-1 ربح اتحاد تطاوين ونادي حمام الأنف متقدم أمام اتحاد بن قدن هدف مقابل صفر يعني نهاية موسم إتشكوكية على مستوى أسفل الترتيب إذا بقيت هذه النتائج على حالها مستقبل جيبس تقريبا وضع قدم في القسم الرابطة الثانية ولأنه مباراة القادمة ضد النادي الرياضي الصفاقسي في صفاقس وتبقى الحوار بين الملعب الجيبسي ونادي حمام الأنف الجولة القادمة سيكون حوار نار في نار بين الفريقين يوم الخميس القادم الجولة 12 إياب الجولة القبل الأخيرة في ملعب جيبس دون حضور الجمهور حوار ستايدا والهمهامة المنتصر سيضمن بصفة بنسبة مئوية كبيرة بقاءه والمنهزم سيضمن نزوله طبعا نتيجة التعادل ربما تساعد أكثر النادي الرياضي لحمام الأنف لأنه على مستوى النقاط أفضل من منافسه هذه كرة مخالفة لمستقبل جيبس في مناطق النجم الرياضي الساحلي المخالفة للمستقبل ننتظر التنفيذ من جانب مراد الهذلي في الكرة للزليزة نعيم حسني نبع على المهاجمين وأيضا المدافعين في حوار في منطقة الجزاء تنفذ الكرة مرفوعة في منطقة الجزاء في القامة الثانية يخرج مكرم البديري يضرب الكرة تبقى ترجع لمستقبل جيبس تبقى الكرة للزليزة محاولة المرور في منطقة الجزاء يسقط مراد الهذلي يسقط مراد الهذلي تضيع الكرة تعود في الجهة المقابلة من محمد جمعة خليج محمد جمعة خليج التماس للنجم الرياضي الساحلي لكن قبل فما لاعب من مستقبل جيبس ملقى على أرضية الميدان في الكرة الأخيرة يطمن عليه نعيم حسني ويطلب النقالة لإسعاف لاعب زليزة الملقى على أرضية الميدان
في هذه الدقائق وفي منتصف الشوط الثاني. دائما النجم الساحلي يتقدم بثنائية نظيفة، حمل توقيع ماهر الحناشي في الشوط الأول وهدف ثاني كان رائع من فراس بالعربي على الطائر، كرة كما جات في مطلع هذا الشوط الثاني. في انتظار إسعاف لاعب مستقبل جابس الملقى على أرضية الميدان، بطبيعة الحال النجم في طريقه لكسب المباراة وكما قلنا بأقل مجهودات إلى حد الآن يحاول المحافظة على هذه الأسبقية في هذا اللقاء. والهادي المقراني نذكر كان عمل زوز تغييرات بحثا منه على إيجاد الحلول، لكن إلى حد الآن لم نشاهد ردة فعل المستقبل الذي بجابس خاصة هجوميا، غياب الفاعلية، غياب الحلول، غياب الفرص الواضحة رغم المحاولات نتاع درامي ميكايلو الفترة الأولى، جاك ميدينا ودخول علاء عبد الواحد ممكن لإضفاء حيوية على خط الهجوم، لكن دون فاعلية إلى حد الآن. ويستأنف اللعب كرة لمستقبل جابس، كوناتي قطع الكرة الأولى الثانية، درامي ميكايلو يرتكب المخالفة على عمر كوناتي، يقوم لباس وضربة المخالفة تتنفذ بسرعة، أول لمس للكرة من أحمد الرداوي، وبعد قليل بلال بن إبراهيم سيكون الورقة الثالثة اللي باش يدفع بها الهادي المقراني. هذه كرة لياسين الشيخاوي، ماهر الحناشي، ماهر الحناشي، ياسين الشيخاوي ممتاز بصنعة كبيرة ياسين الشيخاوي، والكرة خارج الميدان بإشارة هيكل الضاوي، الكرة خارج الميدان رغم المحاولة واللقطة الفنية والمراوغة متاع ياسين الشيخاوي في الكرة الأخيرة، ولكن الكرة خارج الميدان. ضربة مرمى، ضربة الخمسة متر وخمسين لمستقبل جابس في تنفيذها صدق الدبشي، وباش يتم التغيير هذه اللحظة كما قلنا بلال بن إبراهيم ياخذ مكان محمد جمعة خليج. فارس التغييرات الهادي المقراني يستوفي التغييرات الثلاث، مدرب المستقبل الذي بجابس الحقيقة يأتي في ظروف صعبة لمسك المقاليد الفنية لمستقبل جابس بعد تتالي النتائج السلبية، مش في ظرف وجيز باش يغير برشا حاجات الهادي المقراني مدرب المستقبل الذي بجابس. كرة تتنفذ توصل لكريم العواثي على اليمين، ماهر الحناشي، العودة لعمر كوناتي في محور الدفاع إلى حارس مرماه مكرم البديري، ضغط من درامي ميكايلو، كرة توصل لفراس بالعربي، أحمد الرداوي اللي خذ مكان زياد بوغاتاس، وزوز تغييرات اضطرارية قام بها الإطار الفني للنجم، الأول في الفترة الأولى بخروج مالك بعيو ودخول محمد المثنيني، وأحمد الرداوي خذ مكان زياد بوغاتاس. ماهر الحناشي ياخذ كورته من اليمين، يعمل مراوغه ممتاز الحناشي، العرضيه داخل منطقه الجزاء وسهله، لكن وسيم العلوي يضع الكره في الركنيه. فماش حوار بين اللاعبيه، بين الحارس العلوي، بين الحارس الدبشي والمدافع العلوي اللي يضع الكره في الركنيه، رغم انه ما كانش كان وحده على داخل منطقه الجزاء، لكن خير ابعاد الكره خارج الميدان. والركنيه وكالعاده فراس بالعربي في تنفيذ الكرة الثابتة، والركنية فراس بالعربي باليسار داخل منطقة الجزاء، حاول بوكسينج من صدق الدبشي والخطأ داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة يبعد الدفاع، الكرة على مرمى الدبشي تمس لصالح النجم في توقيت تقريبا 29 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني. مباراة أصبحت هادئة والنجم يسير رمزي نحو تحقيق الثلاث نقاط بالمجهودات يعني بأقل مجهود ممكن. النجم الذي الساحلي يحاول المحافظة على هذه الأسبقية التي طبعا موجودة إلى حد الآن، وأسبقية خليف يحافظ على المركز الثاني وينفرد بالمركز الثاني بالنسبة لهذه الجولة إلى حدود هذه الدقيقة مع تقدم الشباب القيرواني. نذكر في القيروان أمام النادي الذي صفاقسي بهدف مقابل صفر.
ترجع كرة للنجم من جل محمد المثنيني، تمشي الكرة من أحمد الرداوي حول المرور لكن تقطع تعود للمستقبل إذا بيجيبس درامي ميكايلو. ميكايلو المتابعة موجودة، الضغط من جانب المثنيني في مرة أولى والمخالفة، المخالفة يربحها درامي ميكايلو للمستقبل الذي بيجيبس. تمشي المرادة الهذلي، مرادة الهذلي تبقى الكرة على دينا البوسليمي، والتدخل والمخالفة مرة أخرى للمستقبل الرياضي بيجيبس، ولو أنه لاعب من النجم ملقى على أرضية الميدان في الحوار الأخير والتدخل الأخير في انتظار إسعافه. بطبيعة الحال نجم خسر زوز لاعبية كما قلنا، مالك بعيو في الشوط الأول وبوغطاس أيضا إصابة خفيفة خلته يخرج في الشوط الثاني. هذه عادة الكرة الأخيرة والحوار الأخير والمخالفة للاعب المستقبل كرم الحاج علي تنفذ من جانب علي الدين البوسليمي، يرجح الحسام الزرلي، الزرلي بلمسة واحدة لفراس غومة، ثم بلال بن إبراهيم يحاول يبدل على الجهة اليمين وين موجود وسيم العلوي، ترجع الكرة لفراس غومة ثم بلال بن إبراهيم، بن إبراهيم بلمسة واحدة وصل الكرة لدرامي ميكايلو في منطقة الجزاء. درامي في القائمة الثانية لشكون؟ ما فما حد موجود. مهر الحناشي يترك الكرة تخرج، يربح ركنية أو ضربة مرمى، طبعا ضربة مرمى بذكاء كبير مهر الحناشي في الحوار الأخير، ولأنه يتعرض لإصابة بعد التدخل الأخير من لاعب مستقبل جيبس. يمشي له نعيم حسني للاطمئنان عليه في الكرة الأخيرة في انتظار طبعا ربما إسعافه. هذه عادة للحوار الأخير كان من بين ماهر الحناشي وكارم الحاج علي بعملية انزلاقية، التدخل على ماهر الحناشي يصاب في العملية الأخيرة. هذا الجزائري كريم العريبي وهاب المساكني وبقية الأسماء التي تقوم بالحركة الإحمائية، تغيير قادم سيكون أخير. ربما ماهر الحناشي لن يستطيع إكمال المباراة، لن يستطيع إكمال المباراة ماهر الحناشي، وسيكون تغيير أخير اضطراري. رجل أمير الجنرال يتحدث مع المساعد، وكما حكيت قلت أن الجمهور النجم ينتظر على حر من الجمر أن تسرع الهيئة المديرة في التجديد للفني الفرنسي، لأنه بصراحة ما فعله رجل أمير وما يفعله في النجم لا يوصف. تغيير ملحوظ في مردود الفريق جماعيا، النجم يقنع ويمتع أيضا فرديا، عديد اللاعبين نفض عنهم الغبار. الجنرال لومير من بن والناس الكشريدة المساكني كوناتي بوغطاس وغيرهم، كلها أسماء يعني نفض عنها الغبار الجنرال الفرنسي الذي لا يحتاج إلى تقديم من خلال السي في متاعه ومن خلال التتويجات متاعه ومن خلال ما يقدمه من دروس حتى خارج المستطيل الأخضر. ستعود الكرة لمستقبل جيبس مع دقيقة 32، دائما يتقدم النجم بثنائية مقابل صفر، وتغيير أخير سيكون بإقحام داروين غونزاليس الفنزويلي في تشكيلة النجم في الدقائق القادمة. والكرة تصل لمكرم البديري بعد كرة أخيرة من جانب المستقبل الرياضي بجيبس. آدم جامي هو التغيير القادم بالنسبة لمدرب النجم روجي رومير، التغيير القادم بعد قليل من جانب رومير. حازم الحاج حسن اللي باش يخلي بلاصتو ممكن ما كانت جامي، هذه كرة من فراس بالعربي، حاج حسن يعمل مراوغة بالتبشي وعلاء الدين البوسليمي يضع الكرة في الركنية، يتجاوز الدبشي حازم الحاج حسن، لكن البوسليمي يتفادى الوضعية الصعبة. وهذه الإعادة، يعود البوسليمي يضع الكرة في الركنية بخبرة كبيرة، البوسليمي يضع الكرة في الركنية، لا يغادر ماهر الحناشي صاحب الهدف الأول بعطاء كبير، بعطاء غزير. هذا ماهر الحناشي اللي يلقى تشجيعات جماهير النجم الرياضي الساحلي تهتف باسمه. والبديل أداما جامي، هذا التغيير اللي قام به لومير والركنية المرة هذه في تنفيذها الرداوي داخل منطقة الجزاء، والهدف الثالث، والهدف الثالث للنجم حازم الحاج حسن بالراس في مرمى الدبشي، تنفيذ ولا أروع من الرتاوي باليسار والرأسية من حازم الحاج حسن، الكرة مباشرة في شباك صدق الدبشي بعد مرور 34 دقيقة لعب في الفترة الثانية.
يضيف الثالث هذه الإعادة. هذا العرض البطيء بالرأس في شباك صدق الدبشي، تنفيذ ممتاز بإحكام من رداوي، يطلع وحده بالرأس يضع الكرة في الشباك. حازم الحاج حسن يضيف الهدف الثالث للنجم الرياضي الساحلي، النجم يضيف الهدف الثالث وفي طريقه لجمع الثلاث نقاط، لحصد الثلاث نقاط الحقيقة في مباراة النجم كان أفضل فيها بكثير من منافسه المستقبل الرياضي بجابس اللي يقبل ثالث الأهداف. 36 هدف في رصيد هجوم النجم و36 هدف يقبلهم المستقبل الرياضي بجابس، دليل وتأكيد لصعوبات كبيرة على مستوى خط الدفاع للمستقبل الرياضي بجابس في توقيت تقريبا 35 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني. والنجم رمزي يمر السرعة القصوى من خلال تسجيل الهدف الثالث. النجم في طريق مفتوح نحو تحقيق الفوز طبعا رقم 13 لهذا الموسم، وبالتالي الانفراد بالمركز الثاني لحد الآن، موجود في المركز الثاني بمفرده بما أنه الشبيبة تتقدم أمام النادي الرياضي الصفاقسي بهدف مقابل صفر في المقابل، الملعب الجيمسي 4-2 أمام اتحاد تطاوين. وهذه كرة والتغطية موجودة من جنب حسام الزرلي، يعني هشاشة دفاعية وعقم هجومي وخرج الموضوع المستقبل الرياضي بجابس. هذه كرة من الشيخاوي وعالية، كرة داروين عالية، كرة الفنزويلي داروين غونزاليز، الكرة فوق المرمى بعيدة. العملية الأخيرة من أداماجاي الذي دخل مكان طبعا مهر الحناشي. أداماجاي في تشكيلة النجم الرياضي الساحلي، عاد الكرة الأخيرة وفوق المرمى بعيدة. كما قلت النجم في طريق مفتوح، الأفضل فنيا وتكتيكيا وعلى مستوى الهجوم ناجع، وفي الجهة المقابلة كما قلنا موسم للنسيان ومباراة للنسيان ومردود كارثي خلينا نقولها بصراحة للمستقبل جابس، وعديد الأمور للمراجعة. لأنه إذا تشوف الملعبية وتخوم واحد واحد ملعبية عندهم إمكانيات وعندهم فنيات، لكن مردود ونتائج مخيبة للأمال، وتطرح أكثر من نقطة استفهام حول مردود الزليزة خصوصا في مرحلة الإياب. وكما قلنا إذا تحب تلوم ما تلوم كان روحها بالنسبة للنزول إلى الرابطة الثانية. ترجع كرة للنجم الرياضي الساحلي والمخالفة لأحمد لمحمد المثناني في الكرة الأخيرة. محمد المثناني بعد تدخل من جانب لاعب مستقبل جابس في العملية الأخيرة، هذه إعادة للتدخل الأخير من حسام الزرلي على المثناني. إعادة وشكرا لكل الزملاء طبعا التقنيين والمصورين ومخرج المباراة سمير العجيمي من أجل أن تصلكم هذه المباراة على أحسن صورة لمن يشاهدنا على الوطنية الثانية. كما عودتكم دائما بالنسبة لمباريات البطولة وكل رياضات الجماعية واستحقاقات المنتخب، المخالفة للنجم الرياضي الساحلي توصل لصدام بن عزيزة. بن عزيزة في رأس بالعربي، بالعربي القلب النابض والقصير المكير، بالعربي يلعب الكرة مع الرداوي، التسديدة وجانبية، حاول المباغتة أحمد الرداوي، حاول المباغتة من بعيد ويكتفي بالمتابعة صدق الدبشي في الكرة الأخيرة، كانت قوية بالرجل اليسرى لكنها مرت جانبية على مرمى الحارس صدقي الدبشي، ضربة مرمى لمستقبل جابس. وبثلاثية نظيفة النجم الرياضي الساحلي في انتظار المباراة القادمة ضد الملعب التونسي في باردو يوم الخميس، الجولة القادمة إن شاء الله بتكون يوم الخميس 30 ماي، وفي انتظار أيضا نصف نهائي الكأس ينتظر منافسه، في انتظار ربع نهائي الكأس طبعا النجم الرياضي الساحلي ضد النادي الافريقي والمترشح بينهما يلاقي صيدا في الدور نصف النهائي. هذه كرة خطيرة للمستقبل الرياضي بجابس وأضاع دراميمي كايلو بطريقة غريبة خرج الموضوع هجوم المستقبل الرياضي بجابس. هو دراميمي كايلو حتى الوضعية السارحة للتسجيل ما استغلهاش كأحسن ما يكون، كان ينجم يسجل هدف حفظ ماء الوجه في آخر الدقائق. كرة لدراميم ميكايلو اللي محافظ على كرته لكن مقطوعة من فراس بالعربي. الدقائق الأخيرة واللحظات الأخيرة كان قادر فيها مستقبل جابس على تسجيل هدف تذليل الفريق لكن ضيعها دراميم ميكايلو. الكرة لصالح المستقبل والمخالفة
المخالفة للمستقبل الرياضي بجبس بعد محاولة ولقطة فنية مراوغة من علي عبد الواحد. المخالفة بسرعة ينفذها الهز لدرامي ميكايلو كوناتي، كرة أولى ثانية ومقطوعة من دفاع النجم، تبقى لي عمر كوناتي. التمريرة من محمد المثنيني إلى حازم الحاج حسن لكن مقطوعة، ترجع جيبسية حسام الزرلي، محاولة المرور ويتدخل عمر كوناتي مرة أخرى والكرة تبقى للنجم الرياضي الساحلي. يحاول المستقبل في آخر الدقائق أنه يصل لمرمى مكرم البديري، لكن الدرامي منذ قليل رفض تسجيل الهدف الأول لمستقبل جيبس. تبقى الكرة لصالح النجم الرياضي الساحلي، محاولة أخرى أيضا مصدرها درامي ميكايلو، كرة من مراد الهذلي لدرامي، محاولة من أحمد الرديوي لقطع الكرة لكن تبقى لمستقبل جيبس. الخمسة دقائق الأخرى في هذه المباراة، كرة من وسيم العلوي على الجهة اليمين تضرب الرديوي، محاولة افتكاك الكرة من فراس بالعربي، كرة لفراس غومة، من فراس النجم إلى فراس المستقبل، من بالعربي الغومة، وتنتهي الكرة لمكرم البديري اللي قضى أمسية مرتاحة نوعا ما. فماش محاولات عديدة، لم نشهد هجوم المستقبل طيلة المباراة إلا من خلال بعض الكرات وبعض المحاولات عن طريق خاصة درامي ميكايلو اللي يعرف مليح ملعب سوسة. كرة مقطوعة من جنب النجم حازم الحاج حسن بعد التمرير للمثنيني اللي محافظ على كورته، محمد المثنيني العودة لكوناتي لحارس مرمى مكرم البديري، كما جيت البديري فراس بالعربي بامتياز الترويض، تبقى الكرة للنجم محمد المثنيني ويربح ضربة مخالفة. واضحة ضربة المخالفة بإشارة الحكم نعيم حسني، المخالفة للنجم في تنفيذها محمد المثنيني إلى كريم العواذي. كريم العواذي والتدخل الحقيقة ما عندوش مبرر التدخل والإنذار، نرفزة تدخل كان مجاني على كريم العواذي، والورقة الصفراء اللي استنجد بها نعيم حسني ليحكي مع كريم العواذي في الكرة الأخيرة. الإنذار كان في وجه بلال بن إبراهيم، ما ثماش علاش تدخل متاع بلال، كان مش على الكرة كان على اللاعب على كريم العواذي، والنتيجة إنذار يستنجد به نعيم حسني. أمامكم على الصورة بلال بن إبراهيم، والدقائق الأخيرة رمزي دائما راس بقية، إعادة للتدخل المجاني من بلال بن إبراهيم على كريم العواذي. ثلاثة دقائق أخيرة في المباراة، في انتظار كم سيضيف الحكم نعيم حسني. ترجع كرة المستقبل لجيبس، خميس المعواني طويلة، الكرة الأخيرة تقطع من صدام بن عزيزة تمشي لعمر كوناتي، صدام بن عزيزة مقطوعة لا تمر، والحكم يرجع وزايدة زايدة 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 من صدام بن عزيزة، وزايدة المناوشة مع اللاعب درامي ميكايلو. يعني مباراة نظيفة تعديت وما تستحقش هذه اللقطات، يعني نجم متقدم بثلاثية نظيفة، مباراة نظيفة من فيها حتى توتر، زايدة هذه المناوشات في أمسية رمضانية. هذا الانذار لدرامي ميكايلو استفز ربما مدافع النجم، وكانت ردة الفعل من صدام في العملية الأخيرة. على كل حال كما قلنا المباراة تعديت سلامات، تعديت نظيفة في أمسية رمضانية، نرجو أن تكون رائقة، بدأت رائقة ونرجو أن تنتهي كذلك. هذا التدخل اللي فيه شوية تهور من درامي ميكايلو، ردة الفعل اللي كانت زايدة من صدام بن عزيزة على لاعب مستقبل لجيبس. على كل حال وضع الأمور في إطارها نعيم حسني، أنذر اللاعب الأول وأنذر اللاعب الثاني. ترجع كرة من مرتضى بن ونيس الفراس بالعربي، فراس بالعربي توصل عمر كوناتي، عمر كوناتي، عمر كوناتي رجعها الكرة للرداوي. ونذكر الملعب الجيبسي 4-3، مباراة مجنونة، يعني 7 أهداف كاملة في لقاء سطيدة واتحاد تطاوين، 4-3 إلى حد الآن للملعب الجيبسي في جيبس. تمشي الكرة من جانب مراد الهذلي لوسيم العلوي، يربح التماس
التماس لمستقبل جابس في دقائق أخيرة من هذا الشوط الثاني ومن المباراة. النجم يتقدم بثلاثية نظيفة، يعني رجع الثلاثية متاع لقاء الذهاب اللي فاز بها 3-1 مباراة الذهاب مستقبل جابس في جابس بالذات أمام النجم رضا الساحلي، والنجم ثأر لنفسه بين ظفرين كرويا من منافسه بثلاثية نظيفة في هذه المباراة. بلال بن إبراهيم حافظ على كرته مع الشيخاوي، يسقط يربح المخالفة، يربح المخالفة بلال بن إبراهيم تنفذ الكرة بسرعة، مراد الهذلي يلعب مع درامي كايلو، ترجع له الهذلي الكرة، تبقى للمستقبل الرياضي بجابس، مراد الهذلي قدمه كريم العواضي، الهذلي حاول التوزيع، ترجع بالراس من مرتضى في مرة أولى ومرة ثانية عالية، تبقى في منطقة النجم الرياضي الساحلي بالراس في مرة ثانية، يعود الهجوم من ياسين الشيخاوي، الشيخاوي يقود الهجوم للنجم، الشيخاوي يفتح نحوه في راس بالعربي، في راس بالعربي بلمسة واحدة يوصل الكرة في منطقة الجزاء ليكون الرابع، ضاعت الكرة، ضاعت على أدامات جاي، تبقى الكرة من الاثنين، التسديد تضرب في حسام الزرلي، تبقى الكرة اللي في راس بالعربي، في راس بالعربي قدام وسيم العلوي، يرجع بالكرة لمحمد المثناني، يحاول يلعب واحد اثنين يدخل منطقة الجزاء، يمر الشيخاوي في منطقة الجزاء ومهد للعواضي، التسديد ودفاع مستقبل جابس، ودخلنا في الدقائق الأخيرة في الوقت البديل، النجم يحاول كسب هدف رابع ويحاول الوصول للرابع، ومستقبل جابس تقريبا يعني استسلم للأمر الواقع، وثلاثة دقائق وقت بديل في هذه المباراة. هو النجم كان قريب من إضافة الهدف الرابع في الكرة الأخيرة، عملية وهجمة سريعة بدها الشيخاوي وأنهاها أدم جميع، لكن تصدي الحارس صدقي الدبشي وتدخل الدفاع منع النجم من إضافة الهدف الرابع، سيطرة كلية والأسبقية للنجم، والتأكيد من خلال تدوينه لثلاثية كاملة في مرمى صدق الدبشي. يحاول مستقبل جيبس تسجيل هدف تذليل الفريق درامي ميكايلو، والصدام بن عزيزة يعود إلى حارس مرماه مكرم البديري في رأس بالعربي إلى أحمد الرداوي، ولكن مقطوعة، تبقى لمستقبل جيبس، مقطوعة من كريم العواذي، محمد المثنيني، ياسين الشيخاوي، المساحات موجودة في دفاع المستقبل، يحاول استغلالها زملاء الشيخاوي اللي محافظ على كورته، يعمل مراوغة أولى ثانية واستعراض للفنيات بالنسبة لياسين الشيخاوي، والتمريرة لوب حبها في رأس بالعربي في عمق الدفاع، وممتاز ياسين الشيخاوي، مراوغة أولى ثانية جامي في رأس بالعربي، الرداوي، الرداوي جامي، ومقطوعة من دفاع مستقبل جابس، لمحة ولوحة فنية يرسمها لاعبي النجم في اللحظات الأخيرة مع تفاعل جماهير النجم في المدرجات، تشجيع لفريقها وتفاعل مع تبادل الكرات الأخير بين الشيخاوي جامي الرداوي، والجميع عنده الكرة، يحاول أدما، أدما حاول المرور والمخالفة، المخالفة في الكرة الأخيرة كانت كرة بين أدما جامي وحسام الزرلي، المخالفة لصالح النجم، هذه الإعادة عفوية كانت من حسام الزرلي، إن شاء الله سلامات لمدافع المستقبل الرياضي بجابس. على كل مباراة تتجه للنهاية، والنجم يتجه نحو حصد 3 نقاط أخرى، أكيد 3 نقاط يدعم بها موقفه ومركزه ومرتبته في المرتبة الثانية في ترتيب البطولة. ومرتضى بن ونيس كان مصدر التمريرة الأخيرة، ولكن مقطوعة قبل ما توصل لآدم جامي من جانب النجم الرياضي الساحلي. أكيد الحوار سيتواصل رمزي في بقية مشوار البطولة، سواء لمعرفة صاحب المرتبة الثانية أو لمعرفة ثنائي البطولة اللي باش يغادر نحو الرابطة الثانية. بالفعل الحوار مفتوح طبعا في نهاية هذا الموسم، بقاو زوز جولات، الجولة القادمة يوم الخميس القادم إن شاء الله، وكما قلنا النجم بانتصار اليوم، وإذا بقت النتيجة على حالها إلى حد الآن تقدم الشبيبة أمام CSS ينفرد بالمركز الثاني، ويشدد الملاحقة على المتصدر الترجي. ستعود الكرة بمخالفة قد تكون الأخيرة في المباراة للنجم الرياضي الساحلي، الحكم نعيم حسني كان زاد 3 دقائق
وخذا فيهم وقت حسام الزرالي للتداوي ثم للخروج. المخالفة للنجم رضا الساحلي، تنفيذ من محمد المثناني، الكرة الثابتة قد تأتي بالجديد للنجم. هل سيكتفي بالثلاثية أم يكون الرابع؟ مرفع الكرة مقوسة، يخرج الدبشي وتأتي صافرة نعيم حسني لتنهي المباراة. للتاريخ النجم يفوز على المستقبل الذي بيجابس بثلاثية نظيفة. حمل التوقيع مهر الحناشي في الدقيقة العاشرة في رأس بالعربي في الدقيقة الثانية من هذا الشوط الثاني، وحجم حاج حسن يثلث النتيجة في الدقيقة 33. 3-0 للنجم أمام مستقبل جابس. النجم في المركز الثاني والمستقبل الذي بجابس تقريبا يضع قدما في الرابطة الثانية. والكلمة لك زميلي فراس على حافة الميدان. شكرا لك. معنا سيد رفيق المحمدي المدرب المساعد النجم الساحلي. سي رفيق، ذول الهدف اللي حكيت عليه قبل المباراة تحقق، النجم يحقق 3 نقاط قدام مستقبل جابس، ونادي سبيرت سيتعافر امام جبهه القيروان. سون سوز استيمي لادفيرسير، من غير ما نقصنا من قيمه المنافس ولا ما احترمناش، احترمناه. لا بروف اون ايتي ديسيبليني تكتيكمون، وقعدنا سيريو حتى لاخر لحظه. ميريت للملاعبيه. الحمد لله اليوم شفنا روسيت 3-0، لو بلوز امبورطون كون ما قبلناش. شفنا ان اتاكون اللي راجع من البعيد ما سجلش، اليوم سجل حازم حاج حسن. شفنا فريمون جمله كرويه، وشفنا اون انفي وان بو فوتبول مع نتيجه. الحمد لله اليوم نتيجه تعديت، وبون منافس ماهوش اللي معناتها، لكن فما انكماش، فما وقفه من المنافس نتاعنا في الدفاع، كسوا لا بروميير لا دوزيام ميتون. اليوم عدينا الماتش، عدمنا اللي لازم نعمله، معناتها ان ترافاي جوست. اليوم شفنا نقطه سلبيه يظل للنجم، هي الاصابات بوغاتاس وملك باي. والله ديما بالنسبه لنا احنا الاصابات ديما تمس المجموعه. حبينا نشوفوا معناتها تغييرات باش نجربوا، معناتها بتتر نوتر شوا ولا ان بلان دو جو، مي مالوغوزمون اليوم زاد كنا روحنا معناتها مجبورين باش نعملوا زوز تغييرات لزوز اصابات اللي ان شاء الله يكونوا معناتها اصابات خفيفه اللي تخلي لي دو جوور يرجعوا في اخر فرصه. مي الحمد لله زدنا اليوم برهنا كون عندنا ان جروب، عندنا دي جوور كم ادما اليوم شفناها اول مره. ان شاء الله بقدره ربي نكملوا نحضروا لي دو ماتش نتاع البطوله نتاعنا اللي مازالوا بالنجاعه وبالنتيجه اللي نتمنوها. جستمون تاع الباركور اللي مازال 4 نقاط تكفي النجم الساحلي باش يكمل في المرتبه الثانيه رسميا. اذا كان نشوفوا كونه اليوم معناتها النادي هذا الشخص انهزم في نهائي، بون ما فاتش حتى شيء، باش نقعدوا نعملوا لي سي بوان، حطوا احنا كوم اوبجيكتيف سي بوان بور ايفيتي توت سوربريز. ميرسي بوكو، يعطيك الصحه سي رفيق. ليكم الكلمه لختام التعليق على المباراه هذه. مشكور جدا فراس بن سعد، كنت في التصريحات بتصريح رفيق المحمدي، وبانتصار النجم نوصلوا لنهايه التغطيه مباراه النجم والمستقبل هذه بجابس. النجم اللي حقق الانتصار، ان شاء الله نتقابلوا في مواعيد رياضيه قادمه. شاهد طيبه جميل.